ازيكم يا شباب؟ حاجه جديده. محمد عليك وقت طبعا. اعملوا لايك اند شير اند سبسكرايب. النهارده يا شباب هنلعب جيلبريك. حصل فيه تحديثات خرافيه وهو بيحمل اهو بيعمل لودينج اهو. هو علشان بيقلب بس كده فبيعمل حركه وهتلاقوها ماشية فجأة. وإن شاء الله يا شباب ما يهمكش. هو أنا ده مرة مش عارفة كنت عند آخر حتة وكنت هكتب خلاص بس مت. المواد الكيميائية يعني شباب يعني كل حاجة ظهرت والصورة لسه بيضة. هو ليه كده يا صورة باني حرام؟ اهو الصورة باني تخيرا. اهو يا شباب. نعم انا بلعب لوحدي. لا انت بتتكلم بجد ولا بهزر؟ لا انا بلعب مع واحد. ايه ده؟ انا بلعب مع ناس كتير بس البتاع مش راضي يبان. يلا يلا شباب نلعب. اكبر الصوت، اكبر الصورة بس كده. مين عاوز يعمل لي برند؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل اتفضل. ايه ده اللي عامل لي ابريند اتقبض عليه وخد مني 300 باونتي؟ انت بتسرق يا سوسة. سايبني سايبني لوحدي في السجن. يا نوتي. طب ماشي حسابك عفير. شباب عاوز اوصل الفيديو ده يا شباب 50,000 لايك. لو انتوا لسه جداد معانا اتمنى منكم تديوا دلوقتي اشتركوا معانا في القناه. لو انتوا لسه جداد معانا هتلاقوا الزرار بالاحمر تحت دوس عليه وحولوه باللون الرصاصي. ويلا بينا نبدا. هو مهنج بس شويه. يا رب ما يهنكش تاني يا رب. شباب 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 ارجوكم 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 هرجوك يا شباب ادعوا 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 ان التاني جت تروح. ودايما ما بعملش يعني فيديو بالسهل عشان كده ما كنتش بعمل الفيديوهات كل الوقت ده علشان كانت صعبة. علشان كان صعب اعمل فيديو يا شباب. وطبعا يا شباب انتوا عارفين الكلام ده كويس ان بيتحمل كتير والكلام ده. شباب اتحرك بقى اتحرك. ومهنج برضو ماشي. اهو بين كل حاجة. ايوه كده بس مهنج برضو. يا رب ما يهنجش. يلا شباب. لا الا تهنيجة لو سمحت. ارجوك شباب كده وحش جدا. اصغر الصورة علشان تكون واضحة اكتر. سامعيني شباب صوت المركب ده؟ صوت المركب بقى. وانا سرقتها 3 مرات بس لانها صعبة قوي ان في مدافع بتضرب عليك علشان ما تخليكش تسرق حاجة. ايه ده مين ثانية؟ يا رب ما يهنكش. يا عم انا تعبت والله. بوليس 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 بوليس. شباب اكتبوا لي في التعليقات
ان التحديث ده احلى ولا القديم احلى؟ اه صح اكيد، يعني لما اروح انتوا هتعرفوا كل حاجه. انا اولا يا شباب انا مقلق قوي، يا عم تهنيج خلص الجوك خلص ماشي. يلا فري تايم فري تايم، ايه البوليسات مش هيسيبونا يا عم؟ انا زهقت من التهنيج بقى قربت. يلا بينا يا شباب نهرب من السجن، مش مهم الكارت مهم قوي. اه ايه ده والله حاجه وحشه قوي قوي قوي، يا عيني يا عيني يا عيني. انا لا وقعوني على الارض شباب والله. يلا يا شباب نهرب. ايه ده البلاعات دي ما كانتش بتحركني زي راوي نوتي. غلس اه يا غلس غلس غلاسه وكني يا عم انت واقف تتفرج عليا، شكرا ليك. لا نوتي انت خلص شباب، شكله كده يا شباب الهروب من السجن مش سهل، لازم يا شباب نركز عشان البوليس الخلص ده اللي ربطني بالسجناسة. يا اخي يلا سلامي سلامي عبد بسلام، ايوان يا شباب اهو شباب والله مش سهل مش بالساهل، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب ما يهنكش تاني عشان التهنيج وحش قوي وفي بوليس في السجن بجد. الله عليك شكرا ليك يا عم. ايه ده شوف كده وانا واقف على مش كان في بوليس هنا من شويه، ثانيه واحده اه البوليس بره عند الماتش كوره سوسه كده. ماشي عملت فيا خدعه خدعه خدعه. دينار دينار انا مش هاكل دينار يا عم، هو بالعافيه الساعه 6 الساعه 6 بالليل يا شباب، احنا لازم نصحى الصبح على الساعه 7 كده الصبح نفوق كده الساعة 7 يا شباب بجد حاجة غريبة. كان الساعة 7 بجد وده التوقيت المناسب زي اهو الشمس طالعة ومسلحة مسلحة مسلحة ايه. وفي واحد كان واقف هنا مرمي على الارض ده عمل لا مش هسرق الكارت منك يا عمرو انت صعب قوي، انا عاوز اهرب من النتاتا. يبي يبي شباب واثقين صح شباب واثقين صح اني ههرب من النتاتا؟ ده منظر ههرب من النتاتا يا عم. لا والله ارجوك ارجوك بليز. آه ده منظر هروب من النطاطة صعب صعب. اولا لازم يكون معانا كارت عشان نهرب، ومش مهم البنك يعني ان البنك يعني شباب احنا شباب اه شباب شباب احنا لازم يا شباب نشوف طريقة تانية نهرب بيها مع الراجل النوبة ده. يا عم انا عاوز منك الكارت ظلمته الله يرحمك.
انت ليه اتعقدت بالغلط يا والله فعلا ده نوب ده نوب فعلا بيقول نو نو على نفسك ماشي ايه 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 بس يا شباب شباب وحاطين الفخوخ الفخوخ دي ولا هتعمل حاجة بس هتفرقك وتشيط العربيات يا عم يا البوليس اعتقل حد بالغلط اعتقلني بالغلط ارجوك شباب شباب هم يربطوا ايه ده يا سلام يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا شباب شباب لو انتوا واثقين ان احنا نهرب شباب النوتي ازاي ربطني من بعيد والله ازاي شباب الهروب يا شباب من السجن صعب مره ولازم نركز ونشوف حته تانيه نهرب منها زي كانه بيقولهم المكان محاصر للهروب يعني مثلا اخش في البلاعه انا عارف بس البلاعه في البوليس وكلهم بره الحمد لله مش هيعرفوا بس ان شاء الله يا شباب شباب تشجعكم باللايكات يا شباب علشان انا اعرف اهرب من السجن المحاصر ماشي يا شباب اوه يا شباب صوت المركب معناه كده انها راجعة انا عاوز اسرق انا مش عاوز اسرق المركب لانها صعبة مرة ممكن اموت فيها وجايب وفي طيارة جديدة نزلت ب 190 الف فوق البنك وانا شاريها معرفش اصلا معايا كام فلوس بس اهرب بالنطاطة يا شباب المهم ايوه 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 هنهرب هنهرب ده منظر هروب ده مش هروب انا عاوز الهروب الحقيقي ايه الهروب الحقيقي يا معلم مين اللي عمال يضرب نار ده معايا كيان الله عليك الله عليك اوه هروب يا شباب هروب هروب انه الهروب حرية اهرب يا معلم شباب انها الحرية شباب شباب مقطع 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 اهرب اهرب ايه ده يا ابني انا مش عارف اركب ركبني بسرعة خلص ده وقت الزمان شباب احنا لازم نروح بسرعة ودي كل حاجات يلا خد المزيك وبالمره يا شباب وبالمره يا شباب لو انتوا عاوزيني اشتري طلقات البتاع لان شايفين يا شباب الطلقات خلاص فاضيه ماشي شباب اشتريها علشان انتوا علشان خاطركم بس ودي 10000 جنيه ومش خساره فيها وانا معايا فلوس كتير داخل على 200000 يعني 190000 بس الليستة مش مظبوطة ماشي القائمة يعني بتاعت الاسامي مش مظبوطة كده صناعة عربية طب خديت يلا شباب بقى تشجيعكم بالغلطات بعد كده بقى يا شباب يبقى نجيب الجيب باك بس من دلوقتي يعني يلا يا شباب بقى لو انتوا عاوزين تشتروا قناة الزرار الاحمر ده مش عارف الرصاصي من الرصاصي وعلشان تكونوا في القناة هو يا شباب لسه متحدث جيل بريك فانا بقيت في ليفل واحد وانا كان ليفلي كتير قوي 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 دوس على البي يا شباب علشان العربية تتعدل انتوا عاوزين تعرفوا يعني شباب اخش بسرعه اغير هدومي عشان ما حدش يكشف بس هيكشفوني طبعا من اسمي اللي على المهره شباب كويس اني دخلت ده بقى يا شباب مكان ليفل 10 مش هيديك فلوس الهبل
بس الشباب انا كده شباب وجابوا عربيه بلون جديد يا حلاوه. جيل بريك اتحدث على اخر العربية دي ب100,000 مش عايز اشتريها باين عليها وحش. يا شباب ناخد الهدوم ايوه ناخد البريستول بس كده ثانية واحدة كده بريستول ولحد يا شباب لحد دلوقتي يا شباب مسرقتش حاجة باونتي زيرو شباب هو اكيد يعني في 100 حاجة فين العربية هتسلق الجبل ده ولا ايه وكان معايا جباك يا شباب وشفت بوليس يا شباب ما شاء الله ما شاء الله البتاع ما كان ما بقاش يهمني الحمد لله ايه الحمد لله المركب باين عليها ماشية ولا راجعة دي هترجع 100 مرة في ايه لا لا ما تقعيش بره الماب عربية بحذرك بره الماب هنموت هنموت وهتودينا هتودينا في الضايع شباب انا هروح عند جيب باك سريع سريع وعم ندوس خلفه دي عند الشارع فرامل فرامل يعني لا شباب شباب تشجعكم باللايك لو انتوا مش عاوزين تضغط عليا وشجعوني باللايكات يا شباب ماشي وعاوز اوصل للتشات ده مليون مشترك وتريليون مشاهدة ولا 19 مليون زي كده ماشي يا شباب عشان غريب والشباب احنا دلوقتي يا شباب رايحين البنك عشان نجيب طيارتنا طيارتنا يا شباب شباب فرم الفارمين يا شباب في عربية هنا نعم ايه ده اختفت اتراس بينا تاني يلا بقى يا شباب نطلع فوق علشان نجيب الطيارة اللي انا قلت لكم عليها الجديدة اللي نزلت ب 190,000 يلا يلا بينا يا شباب نتسلق ايوه ايه ده الطيارة يا شباب والله البتاع مش موجودة والله يا شباب البتاع كانت موجودة هي ساعات تختفي وهي شباب رجعت ودي يا شباب طيارة خرافية اللي انا قلت لكم عليها ب 190,000 وانتوا عاوزين تشتروها طيارة هليكوبتر بيقول لي ما تقدرش تعملها لوك في المكان اللي هنا تكون فيه يلا نعملها لوك هنا ايوه بس عشان محدش يسرقها مننا شباب بقى اوريكم المصنع الجديد ده اتصدموا حته صدمه هو يا شباب المصنع الخرافي الجديد اللي نزل هو ده يا شباب المصنع الجديد الخرافي اللي نزل دلوقتي رايح اجيب الشباك هاي شباب وبعدين يا
الشباب والله محدش قبض علينا لغاية دلوقتي، هما بيكونوا في السن بس أذكياء أوي، أذكياء أذكياء. والمركب يا شباب بتترس في الحتة دي، يعني شايفين يا شباب مكان الجبلين دول ما بينهم مركب، المركب بتطلع من الجبلين جنبهم يعني. وشباب نور دلوقتي بتلعب معانا، يلا خد الشيب باك واحنا جوه الطيارة نظبطه ونظبط الطيارة في الشيب باك عشان نخرج. اهو يا شباب كده لابسينه بس مش هتشوفه طبعا. اهو يا شباب اهو لابسين الشيب باك عشان مش هتشوفه. شباب الساعة 7 الصبح اهو، 7:30 AM البوليسات هناك مسيطرة. شباب يا ربنا يا شباب بقى نسرق المصنع ونشوفين المصنع بيتجدد اهو، بوليسات خرافية. ايه شباب وشباب هي شباب العربيات الجديدة اللي نزلت، وكمان في سكنات بس لازم نروح عند الجراج. ايوه يا عم عاوز احل اللغز اهو مش مقفول، يا خسارة. كان شباب اجري شباب، شفتوا اللي انا شفته يا شباب؟ البوليس يا معلم. شاطر شاطر. اقول لشباب البوليس اهو. ممكن نفسك مين؟ الماكل يا شباب. البوليس يا شباب اهو. تعال اسوس. محدش هيقدر يطلع لي اللي معاه طيارة بس. يا عم بلاش تهنيه بلاش تهنيه. هو بوليس يا لهوي، انت معاك طياره، اهرب يا معلم، اهرب 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 يا شباب. شباب تشجيعكم باللايكات، قربنا لو عيت كنا نموت يا ابني. اعمل لي ريفيل بسرعه، طير يا عم طير. شباب اموت نوتيات عند المصنع بيحرسوا، وطيارتي اللي سبتها هناك ليكس. خلاص يا شباب البنك اصلا قدامنا. لا شباب معرض مغارات. ايه فكركم بقى ان احنا نسرقه؟ يلا بينا يا شباب ننزل بباراشوت. ويا شباب نور معاها كارت المكان محافر، وانا ما عدتش اسرق الكارت فصعب. وي شباب معرض المجوهرات مفتوح وفرصتي دلوقتي، اوعى تسرقوا. في حد هيسرقوا يا شباب؟ موتي كده. طب ماشي زعلان مني، كسروا يا شباب وما سمعش الكلام دلوقتي كده. يلا يا شباب بقى، شباب احنا لازم نخش بسرعه والا اللي هيقبضوا علينا وما ينفعش. شباب يلا فين؟ ايوه نحيا كده شباب خلاص دخلنا معرض المجوهرات. ماشي يلا يا شباب بقى. لا 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 يا عم يا عم رميها وسخنها سخنها شباب. هما ايه الدخان اللي بيطلع ده؟ رميها يعني وسخنها. ايه ده بترمي يا سوسه؟ شباب تعملولي افريند، ماي نيم از محمد زيدي، واكتبولي في التعليقات وقولولي انتوا عملتولي افريند ولا لا. ماشي شباب يلا اللجنة التالتة.
شباب. بس المشكلة بقى في الشباب شباب نزلنا ايوه يا شباب. الحتة اللي احنا هنسلف فيها المجوهرات هنا في الحتة دي شباب. ليه بيهنج؟ لا ما تهنجش يا عم. ايوه هتصير بقى بالجيبك هناك ويا رب جيبك يكون مملي تمام الحمد لله. ايوه لازم بقى يا شباب نروح هناك علشان ناخد الفلوس. هو المكرس وفي مكرس سري اتنين، هو ده بتاع اللي اسمه ايه ده بيسلم برضو من ايه شباب. خدنا الكاشات بس المشكلة برضو اني معيش الكاشات، معيش معرفش معايا كم كاشات، مقدرش اخرج. اقدر اخرج برضو من حرف الاكس عادي يعني. يا شباب بقى نسرق ايه؟ ان في كذا حاجة المصنع فكرة. بس ثانية واحدة، ايه ده مملي ازاي؟ ازاي مليته بالسرعة دي؟ لما اجيت انزل تحت مليته تكررت. شباب انا رايح بقى عند البنك عشان اخد طيارة. يا رب الشباك يملي. الطيارة موجودة اهي بسرعة. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. انا هربت بالنطاطة يا مرة انا شباب يفل بس. يلا بنا بقى لا طيب
ناس نازله له. احلى ايوه يا شباب والله يحصنا حلو. انا هنزل تحت بقى بس يا رب ما اموتش لان ايوه هلاوي فوق 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 بسرعه 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 3 كيلو شطار حلو لغز شباب والله يا اخويا كده سيبونيش لوحدي يا جماعه استني يا شباب خلاص يا شباب اخرج ايوه سرقنا المصنع يلا يا شباب بقى نروح نسلم كمية المحترمات بتاعت المتحف دي بوليس اوعى تمشي ورايا يا معلم وده بوليس ولا حرام ده حرام بقول لك يا شباب عرفت منين عشان شفت اوه يا شباب ده رايح يسلم ضاع عليك شكلك سرقت حاجة كبيرة زي المتحف الطيارة دي يا شباب شفتها في المتحف في المتحف واحد كده معاه شباب خلاص سلك يا شباب اسمه ايفان حاجة ايه ده يا شباب هتمشي ما يلحقش تقعد معانا يا عم طب ماشي يا شباب بقى يلا بينا نسلك بسرعة وبعد كده بقى يا شباب يبقى نسلك المصنع نسرق المصنع لو انتوا عاوزين يعني اسرع المصنع براحتكم يا شباب قولي شباب بقيت في ليفل 2 الله شباب نورو بحتاجة للمساعدة ولازم انقذها قولي لي يا نورو في بوليسات عندك بوليسات عندك شباب المركبة جاية دلوقتي ايه المركبة جاية دلوقتي بس مش عاوز اسرق وإلا هموت وأخسر كل ملايين الدولارات اللي جايبها أنا يا شباب دلوقتي أنا عند الجراج شباب النور بتأثر فيه يكتبوا لي في التعليقات أنا وصلت محل المسدسات ايه اركبي خلصي مفيش فرامل يا عم بس يا بابا طب انا غلطان اسيبك وامشي يبقى يلا اركبي انا قدام محل مسدس خلصي يا نور اركبي بسرعه بسرعة اركبي حد جاي هو شكل الشباب كان حرام نور ما توقعلناش الطيارة يلا يا شباب بقى ارجعكم في اللايكات وما تقبضش علينا قوي يا شباب واحنا اخطر ناس زي كأن اخطر ناس مفروضين معايا قلبك عاوزة تشتري ايه؟ ايه هي لأي حاجة؟ هشوف لو هو مفتوح اصلا شباب هشوف بقى لو هو مفتوح اصلا نشوف الدار امان ولا لا طيارة مين دي؟ نشوف كده لا 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 فرامل لو سمحتي شباب مو معاك هي معلقة يلا يا شباب بقى نطير ونروح معرض المجاراة
مفتوح ولا لا. وشباب بقى شباب بقى يا نور ملديده قوي بزياده مننا بوليس يا شباب بوليس ايوه الحرامي نعمل يضرب عليك ايه لا سوسه اضرب عليك صواريخ عشان تستاهل لا يمكنك ضرب تعالى يا سوسه شباب قتلناه يا شباب اخيرا قتلناه يا شباب بقى جثه معرض المجهور المفتوح يا شباب الله 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 يا سلام ده هناخد كشاف محترم ما تكسريش لما ادخل استني بس عزم كسر يلا بسرعه شباب نور بتكسرت يلا يا شباب نور ممكن تسيبي لي دي ليا يلا يا شباب بقى كسرت كده شباب يلا قال انا هجيب استني يلا يلا يا شباب بسرعه يلا شباب احنا هنصبح يا شباب اغنياء وانتي اخ اخضر شباب وضيع يعني انتي اخ اخضر ايه مش معنى كده ان اقطع شباب مين سقط شباب مين سقط يا اخو وانا مش بس شوف كده يا شباب بقى مش مشي ولا لا مش الحمد لله شكله قتلوه طول بيدافعوا عني وعارفين وعارفين ان انا المفروض ان يوتيوبر اشوف كده بالطيارة دي مفتوحة يا رب مقفولة وايه الطيارة دي بقى مش ان شاء الله الطيارة دي بتاعتنا اشوفها كده لان دي لا ايه ده هو ايه اللي وداني فوق خالص حاجة غريبة غريبة وعجيبة مريبة لعنة يا شباب في لعنة في لعنة في لعنة في لعنة شاطرة شاطرة يا نور شباب شجعوا نور بقى هتنقذني شكرا لي انت هتسرق معاه الجارات تاني ده انت مدمنها بقى ودي طيارة مين شباب طيارة مين شباب طيارتنا ايه يا شباب
شباب انا هستنى المورد. يا تنطي ما تنطيش، انا طالع لك. انا لا مش انا ها. شباب الله عليك شباب، وما عارفين ان انا نجوم اليوتيوبر وسايبين لي الطياره. شكرا ليكم والله، شكرا ليكم، شكرا ليكم يا شباب. انا عارف 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 شباب، يلا بينا ننزل اكيد والجيبك جايبه كده كده الفيديو. شباب الحمد لله يا شباب، الفيديو الجميل خلص على خير. نعمل لها لوك، يلا نشيلها. شباب احنا لازم يا شباب نسرع المصنع، ما نسيبوش كده. شباب يا شباب دلوقتي رايح على المصنع. ايوه المصنع اللي قدامنا التحديثات، اللي هو يا شباب اتصدمتوا ان هو بوليس. ده بوليس يا لهوي. فين هو؟ هينزل اتحبسنا يا ابني، اتحبسنا ولا ايه؟ شباب والله بوليس. فين هو؟ بالطياره بتاعته. شباب والله مفتوح، يا خسارة، بس البوليسات حرسة المكان. عليك يا شباب وليه ضل؟ ماله شباب؟ احنا شد عليا. ها يا بوليس هتمشي ولا لا؟ وقف عمال يتحرك زي ما كده سوسه. انوت يا اوعى تركب الطياره، محذره. انوت يا اهرب العربيه. تعالى يا جبان هرب شباب. لا نوتي شباب والله حرس المصنع نوتي. ده تحتين عادي. انا عامل باور. ده بيضرب علينا ولا مين اللي بيضرب؟ شباب قطر يا شباب، مش عاوز اسرق شباب لانه مين عمال يضرب؟ انتي شباب بقى اشوفه هو فين. نوتي نوتي شوفه هو نوتي بالعربي بيضرب علينا. النوتي السوسه مش انا اللي وقع شباب. شباب بقى يا رب. تعالى يا سوس
يا غنس انت نوتي شباب بقى اللجلجة وحشة والله اللجلجة وحشة وشباب احنا في المقر السجني اللي هو حلو انا كده ههرب بسهولة بس في الزرار بتحرس المكان والمصنع قريب مني والمكان ده يا شباب بقى ما بنخلعش منه بالسهل والمسدسات بقى نخليها بعدين ويا شباب نور لسه عايشه وانا برضو زي كاني كرينيمال ده منظر سجني ده مكان الكرينيمال يا ده مش سجن ده مش سجن ده مكان الكرينيمال بيز الجديد طيب يا شباب دي بقى الزرارات اللي بتحرس المكان اللي انا قلت لكم عليها مش يا شباب شباب انا خايف يا شباب لحسن الزيارات تيجي فيا بس هو ليه اللجلجة موجودة بزيادة يعني يا عم بسرعة ايوه شباب احنا اذكياء احنا انا عند المكان اللي السجن اللي تحت المية شباب والله شباب بقى اللجلجة وحشة يا ابني وطي الحمد لله وطينا في الوقت المناسب اوعى تقع يعني عربيه يعني انا بلعب جيلبريك انا ومحمد يا اتحبست لا لا يا شباب انا وقعت فوق موت بس المشكله يا شباب اني مش شايف هيلسي انا في السجن يا شباب وشباب نعوض الخساره دي هو خد كاشات قليله كاشات دي ما تنفعش الكاشات الاكتر هي العشاء بوليس دوبا يا شباب شباب شفتوه الكنيشنش يا شباب انا زيت من شباب هو فين البوليس جوه الله ينور بوليس ده نوبة ده اللجلجة بس في مصلحتنا اللجلجة ده كل ده بتطلع الكنيشة يا عم ده ملجلج الله ينور نوتي ايه لا سوسة شوفة ايه دونتا يا عم انت بديني بالدونتاية انت رحت فين خنوتي تعالى يا شبوسة في مسلحتنا ووقف ما بتحركش ايه ايوه لا يا عم الا اللجلجة يا عم هو حرام شباب سرقنا الكارت لا والله الحمد لله يا شباب الله نوتي بيضرب بيستول على مين مجنون نهرب بقى بالنطاطة ومحدش هيعرف السر الخطير ان احنا معانا الكارت يعني شباب يلا يا شباب تشجعكم اللايكات ده منظر هروب فكرة ممكن حد يلعب
لمبة، علامة اللمبة. يلا يا شباب بقى نطلع بس كده لمبة نتسحب عشان محدش يكشفها، ولا الاضواء دي تكشفها. شباب بقى احنا نسرق البنك وبعد كده المصنع وبعد كده نقفل الفيديو على طول، علشان انا النهارده عاوز اسرق كل حاجه بعد ما اركب المركب وحش. اني ملزقه ايه لهوي اللي عملته ده؟ نط. ايوه كده، انا كده مخفيه محدش هيقدر يشوف، هيشوفوني عم بهي دي المشكله. ايه والله على حسب بقى. البنك مقفول. شباب بس معايا معايا الكارت. يبقى كده شباب دي بقى اللحظه المثيره للاهتمام، لان احنا سرقنا ربع حاجه النهارده يا شباب. هتفرحوا بيا قوي لما انتوا تعرفوا الحاجه اللي هتجيبكم، وانا هجيب لكم هدايا كتير. لو انتوا بس خلتوني اوصل للمليون دي. وده وقف وقفان، اهرب يا عم يا ابني اهرب. انا هروح عند محل المسدسات اللي في المدينه. العربيه عطلانه بزياده. شباب لا 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 شباب لا، اللجاجة وحشة وحشة بقى، كلهم بيسرقوا بنك وممكن يتقبض علي في اي لحظة. ليه كده بس؟ ليه كده؟ والله ما تقبضت سل. يا لهوي يا نوتي الله يغنس. شباب اللجلجة مقرفة مقرفة والله مقرفة والله. طبعا يا شباب هنوقف لغاية هنا، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك اند شير اند سبسكرايب. و ماشي يا شباب، اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد مع محمد علي فؤاد. يلا سلام. تعالي نقبض علينا يا تهنيجه مقرفه. محمد بمسكوبه بمسكوبه يا مشنوش نوبه ايه تستني. يلا يا شباب بنا يلا سلام.